طال عليهم الأمد في النعيم، فلما طال عليهم الأمد في النعيم تسربت إلى قلوبهم القسوة. إن الله قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا عن الناس بدأ في الطغيان. وقال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبله. وكما قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالقول الأول في تفسير قوله تعالى: فطال عليهم الأمد، أي طال عليهم الأمد في النعيم، نعموا كثيرا، فلما نعموا كثيرا نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا القول الأول. القول الثاني في تفسير قوله تعالى: فطال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ، فلما ابتعدوا عن المواعظ قست قلوبهم. ولذا استحب أن يتعاهد الإنسان نفسه بسماع المواعظ الحين بعد الحين. هذا شأن الأنبياء والصالحين مع أتباعهم. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. ووعظ موسى عليه الصلاة والسلام قومه موعظة بليغة حتى ابتلت لحاهم من دموعهم. وهذا شأن أهل الصلاح، يتعاهدون أنفسهم باستماع المواعظ، لا تهمل نفسك ولا تتركها هملا. وخير موعظة موعظة استخرجت من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك خير المواعظ على الإطلاق. كلامنا نصيب فيه ونخطئ ونجهل ونعلم، لكن كتاب الله لا يعتريه خلل أبدا، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة عنه. فأستل من كتاب الله موعظة لعلها تتناسب مع المقام، وهي موعظة لقمان لابنه. تلك موعظة أفردت في موطن واحد من كتاب الله بألفاظها، وإلا فمعناها له شواهد. لقمان عليه السلام كان يعظ ولده لما للولد من حق على أبيه، فالولد له حق على أبيه، والوالد مسؤول عن ولده يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فستسأل يوم القيامة عن ولدك، ستسأل يوم القيامة عن ابنتك، ستسأل يوم القيامة عن زوجتك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فسنسأل عن أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، سنسأل عن ذلك. ولذا فإن أهل الصلاح كانوا دوما ينصحون أولادهم ويذكرونهم. عندنا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر أولاده، إسماعيل عليه السلام يذكر أولاده، قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع أولاده من حوله
وسألهم سؤالا، سألهم سؤالا مهما: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ووصاهم قائلا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا أهل الصلاح عموما. فموعظة جامعة، موعظة لقمان لولده. لقمان لم يكن نبيا، ولكنه رجل أوتي الحكمة، وربنا سبحانه قال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لم يقل ربي ومن يؤت المال فقد أوتي خيرا كثيرا، إنما قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهو رجل آتاه الله الحكمة. يذكر العلماء في ترجمته وكتنويه لم يثبت في شأن لقمان أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في موطن من الكتاب العزيز له ذكر إلا في هذه الموعظة والصورة التي تسمت باسمه. لقمان يذكرون في الإسرائيليات عنه أنه كان أسود شديد السواد، أفطس الأنف، عظيم الكفين، شديد السمرة. يذكرون من ناحية الخلقة أشياء، يعني خلق الله كله حسن، لكن يذكرون أشياء قد البشر لا يحبون أن تكون هذه الصفات فيه من ناحية البشر، لكن في كل مقابل كل صفة فضيلة. إذا تكلم ينصت إليه الملوك لكلمه الطيب، كلمه النافع، لا يثرثر ولا يتكلم كلاما لا فائدة فيه، إنما إذا تكلم الكلمة يضعها في موضعها الصحيح المناسب لها، تصرف يتصرف تصرفا مناسبا للمقالات والمقامات. فالحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، قولا، عملا، إنفاقا، سكونا، حركة، تضع الشيء في الموضع المناسب له. فربنا سبحانه وتعالى الكريم أثنى على لقمان في مقدمة ذكر الموعظة حتى ننصت إلى هذا الرجل الذي أثنى الله عليه. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقد آتينا لقمان الحكمة، أي استمعوا لكلامه، فإنه رجل حكيم سيتكلم. فالذي أثنى عليه هو رب العالمين. والحكمة هذه فضل من الله، توفيق لها من الله، لذلك قال تعالى: ولقد آتينا. فالذي يؤتى الحكمة، الذي يؤتيه الحكمة هو الله، الذي يؤتى العلم، الذي يؤتيه العلم هو الله، كما قال موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فالذي يؤتي الحكمة هو الله. قال تعالى: ما قد سمعتم يؤتي الحكمة من يشاء. ولقد آتينا لقمان الحكمة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة، نسأل الله ذلك، فلن نؤتاها إلا إذا آتانا الله إياه. ولقد آتينا لقمان الحكمة. كونه أوتي الحكمة هذه نعمة تستلزم شكرا، وأي نعمة تستلزم شكرا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فأي منعم عليه بأية نعمة يلزمه أن يشكر الله. أي نعمة، نعمة المال، نعمة الجمال، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة سيارات، نعمة أولاد، نعمة بنين، أي نعمة حتى تدوم تستلزم شكرا. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. شكرك هذا عائد عليك، الله غني عنا،
فقد قال في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالشكر فائدته عائدة علينا نحن إذا شكرنا، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. استهلال حسن وتنويه وتنبيه على الكلمات التي سيلقيها لقمان لولده. قال تعالى: من شكر، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الوالد يعظ الولد، يعظه يعظ الولد دوما، وكما أسلفنا الوالد يتعهد الولد حتى بعد زواج الولد، وحتى بعد زواج البنت أبوها يتعهدها بعد الزواج. كما لا يخفى عليكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد فاطمة، يتعهد فاطمة ويسأل عنها ويذهب إليها، وعمر كان يذهب إلى حفصة ويذكرها: اتق الله، لا تفعلي شيئا يغضب رسول الله فيغضب الله لغضب رسوله فيسخط عليك لا تفلحي أبدا. أبو بكر يعظ عائشة، وعبد الله بن عمرو لما سأل زوجة ابنه، عفوا عمرو لما سأل عن زوجة ابنه عبد الله: كيف حال ولدي معكم؟ فكانت تقول: إنه رجل صالح يقوم الليل ويصوم النهار. فتفطن إلى أنه يهمل حق الزوجة، فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرشده الرسول: الشاهد أن الشخص يتعاهد أولاده كبارا وصغارا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أي واذكر قول لقمان لابنه وهو يعظه. ماذا قال؟ أول ما قال أهم الوصايا، يبدأ بالأهم: يا بني لا تشرك بالله، دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك. لا تشرك بالله، الشرك هذا أعظم ذنب يحبط الأعمال كلها، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يا بني لا تشرك بالله، صار الشرك معلومة لديكم، وأهل العلم في هذه البلاد أكثر جدا جزاهم الله خيرا من الحديث في هذا الباب. لا تدعو مع الله إلها آخر تكون من المعذبين، لا تسجد إلا لله، لا تسأل إلا الله، أبوابه مفتوحة، لا ظاهر الشرك ولا خافي، خافي الذي هو الرياء. يا بني لا تشرك بالله. ثم قال له: إن الشرك لظلم عظيم، وهو تعليل، وكثيرا ما تأتي الأوامر معللة وتأتي النواهي معللة، وهذا أبلغ في الوعظ، يقول لك لا تفعل كذا، لماذا لا أفعل؟ لأن في خطر مرتقب يكمن في كذا، افعل كذا لأن في نفع سيأتيك. فتعليل الأوامر والنواهي منتشر في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لماذا نجتنبه؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، ليه؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالأوامر والنواهي تأتي معللة بالعلل مبينة. وأقم الصلاة، لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها. هكذا تأتي الأوامر والنواهي معللة، ونحن نستفيد من هذا في خطابنا مع الناس ومع أولادنا: بني لا تفعل كذا، لماذا؟ أنا لست آمر أمرا قطعيا،
كمسلم أقول لأن الله نهاك، لأن الله أمرك، وإن كان عندي تعليل آخر أضفته بعد ذلك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كما أسلفنا يحبط الأعمال كلها، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، لم يقل لقمان لولده يا بني استوصي بي وبأمك، لا، فيها إهانة للوالد، فجعلت الوصية بالوالدين من كلام ربنا دون ذكر للقمان في الوصية، إذ لا يليق بالأب أن يقول لابنه يا ابني استوصي بي خيرا، يا ابني أنا مسكين، يا ابني، ما يصلح أن يقال مثل هذا، إنما جاءت الوصية من قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ماذا وصينا الإنسان بوالديه؟ أمك حملتك وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، في الآية الأخرى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، حملته أمه وهنا على وهن ضعفا على ضعف وفصاله في عامين، أي فطامه في عامين لمن شاء، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، اشكر لي واشكر أيضا لوالديك، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس، ومن صنع إليكم معروفا جزاك الله خير فكافئوه، فالوالدان لهما أعظم الحق بعد حق الله ورسوله. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها، قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ الشرك بالله، ثم حقوق الوالدين، فالوالدان حقهما عظيم، فعليك بأداء هذا الحق، كما أنك ستسأل عن أبنائك ستسأل عن أبويك، ستسأل عن أبويك، انتبه، ستسأل عن أبويك. ولكن كما لا يخفى عليكم أن الطاعة أولا وآخرا لله سبحانه، فقد يكون الوالد ليس بالسوي ويأمر بمنكر وينهى عن معروف، وإنما نحن خلقنا لعبادة الله وطاعته، فإذا تعارض أمر الوالد مع أمر الله ترون من يقدم؟ لا ريب أن أمر الله فوق كل أمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة في معصية الله في إحدى الروايات. وقال تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فالطاعة إنما هي في المعروف. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومن ثم فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم جاءت أمه وقالت يا بني ألم يأمرك الله بطاعتي؟ قال بلى، أمرني ربي بطاعتك. قالت إذا اكفر بمحمد وبربي محمد، فأبى
فنزلت الآية وإن جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومع عدم الطاعة صاحبهما في الدنيا معروف، لهما حق في الدنيا أدي إليهما الحق الدنيوي، لكن في معصية الله وفي الشرك به لا طاعة لأحد في معصية الله أبدا، إنما الطاعة في المعروف. ولذا فإن سعدا ثبت على إسلامه واستطاف أمه واستدرارها لعاطفته حتى يرجع الكفر لم يجدي معه رضي الله عنه، لكن مع ذلك يحسن إليها. الإحسان الدنيوي شيء، الطاعة في المعصية شيء آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. يعني آل فلان هؤلاء ليسوا بأوليائي ولا أختارهم أولياء لي، لكن لهم رحم والرحم لها حق، سأبلها ببلالها، سأصلها لما لها علي من حق الوصل. وأبلها ببلالها، قال العلماء شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الرحم بالجلد، الجلد جلد الشاة أو جلد أي جلد كان، إذا ترك يبس، إذا بللته بالماء لان في يديك، شكله كيف شيء. لذلك الأرحام، إذا أنت قاطع لابن عمك وجئت تطلب منه طلبا لن يطيعك، لكن لو أنت واصل له وتسأله عن حاله وتقف بجواره في الشدائد تطلب منه أي طلب تجده لينا سهلا. ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلده. قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروف. واتبع سبيل من أناب إلي، اسلك طريق الذين رجعوا إلى الله وتقربوا إلى الله، وهم بالدرجة الأولى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، هم الأنبياء. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاتبع سبيل هؤلاء، سبيل أهل الإيمان. أهل الإيمان لهم سبيل، امشي وراهم مع أهل الإيمان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. سبيل المؤمنين سبيلهم التوحيد، الصلاة، الزكاة، الإصلاح بين الناس، هذا سبيل أهل الإيمان. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. المرجعنا جميعا إلى الله، يخبرنا الله بأعمالنا. ثم قال: وبعد الوصية، بعد النهي عن الشرك، وبعد الوصية بالوالدين جاء لأعظم الأعمال أيضا. قال لقمان لولده: يا بني يا بني يا ابني يا بني أقم الصلاة، داوم على الصلاة يا بني يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف. قبلها قال: يا بني، يعلمه شيئا عظيما جدا وهو مراقبة الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، المعمولة التي تعملها يا بني. وفي تفسير آخر: لقمة الرزق المقسومة لك يا بني. والآية تشمل كل هذا، تشمل اللقمة المقسومة، تشمل الكلمة طيبة كانت أو خبيثة، تشمل العمل السيئة الحسنة. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل،
فتكن في صخرة، أي عملتها وأنت في صخرة، في أي مكان، في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، صخرة من جبل دخلت فيها والصخرة مغلقة عليك، وأنت تعمل السيئات هنالك أو الحسنات أو اللقمة المخصومة لك إن كانت هناك، يأتي بها الله. فلا تظن أن الله يخفى عليه شيء، فعلم ولدك هذا الأصل. لا يا بني، لا تظن أنك يا بني إذا غبت عني وأغلقت على نفسك الغرفة ومسكت الهاتف المحمول تتصفح به المواقع التي ترضي الله أو لا ترضيه، لا تظن أنك تخفى على الله، لا تظن ذلك. نم تحت السرير، نم فوق السرير وتغطى بالبطاطين والتليفون شغال، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلموا أولادكم المراقبة في هذا، ذكروهم بمراقبة ربهم. علم الولد، تعالى يا ابني اغلق على نفسك الغرفة، لا تظن أن أحدا لن يراك، الله يراك، الله يراك. كما أنك تقول للرجل هذا مغلق على نفسه بالمفاتيح والبوابة حديد، كيف يأتيه ملك الموت؟ يعني كل الأشياء مغلقة، كل واحد عارف شغله، ملك الموت يعرف كيف يصل إليك. اغلق على نفسك كل الأبواب بالمفاتيح وبالحديد وبكل شيء، كل ملك الموت وهو مخلوق من مخلوقات الله، سيأتيك ويقبض روحك مهما فعلت. أينما تكونوا أدركتم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فعلم ولدك هذا الأصل الأصيل، بل والله يا إخوة نعلمه أنفسنا قبل أولادنا، نعلم أنفسنا مراقبة الله سبحانه. الصحابة في بداية إسلامهم كانوا حريصين جدا على هذا الأصل، حتى إن أحدهم كان يستحيي عند قضاء الحاجة ويستر نفسه عند قضاء الحاجة، يستحي عند الجماع ويبالغ في التستر. قال تعالى: ألا إنهم يستغشون ثيابهم ليستخفوا، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وانظروا إلى هذه الآية البليغة المؤثرة في هذا الباب، الله يقول: وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، أي عمل إن كان، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أي عمل أنت تخوض فيه الله مطلع عليك، تشرب شاي، تنام، تقوم، أي شأن من شؤونك الله عليم بك. فعلم ولدك هذا الأصل، قل له: يا بني عينك شهيدة عليك، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قل لولدك: يا بني الأرض تشهد عليك، السماء تشهد عليك، الملائكة الكرام يشهدون عليك، لسانك يشهد عليك، كيف تنكر؟ فخذك تشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال رسول الله، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: جلس رجلان أو ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قال أحدهم: هل تظنون الله يسمع ما نقول؟ نتكلم في السر. قال واحد: إن جارنا يسمع، وإن أصرنا لا يسمع. قال الآخر: إن سمع هنا يسمع هنا، إن كان يسمع إذا جارنا فيسمع إذا أصرنا. فنزلت الآية الكريمة: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم
السيء يعني. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فعلم ولدك قل يا ابني والله أنا أحبك وأنصحك ألا تغفل، فالله يراقبك، إن عملت شيئا الله يراك. ثم الكلمات التي تتكلم بها بلسانك والشفايف التي تتحرك ستشهد عليك يوم القيامة. ألم نجعل له عينين؟ عينك التي تنظر بها للمحرمات أو للمباحات ستشهد عليك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ الفرج الذي تستعمله في الحرام جلده يشهد عليك، وهو أشهر الأقوال في تفسير قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا جلود الفروج، جلود الفروج أول شاهد يشهد على مستعملها في الحرام، جلود الفروج وسائر الجلود. لكن لما كانت الفروج من أعظم الأشياء التي تجلب النكد على صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، وقد قال الرسول من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين فخذيه رجليه أضمن له الجنة، فإنها تشهد. وسمعتم آنفا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العبد يوم القيامة يا ربي يا ربي ألم تجرني من الظلم، يعني أنت يا رب لا تظلمني لا تظلم أحدا. قال بلى أجرتك. قال إذن فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، يعني يقول يعلن لا أقبل شهادة أي شخص على نفسي. طيب من لا يريد شهادة ملك ولا شهادة بشر ولا شهادة أي شخص إلا نفسه؟ من تريد؟ قد نفسي أنا الذي أشهد. فكذلك يختم على فيه، فتبدأ الأركان، تبدأ فخذه التي باشر بها الحرام عياذا بالله، تنطق عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتنطق سائر الجوارح، الأيدي تتكلم والألسن تتكلم والأعين تتكلم، كل يشهد عليك بعملك. فيتعجب ويقول للأعضاء التي شهدت عليه سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أدافع عن كن كنت أناضل، يعني باللفظة المصرية احترقن هلاكا لكم بعد هلاك، عن كن كنت أناضل عن كن كنت أدافع. فعلم ولدك مراقبة الله وعلمه اليقين في الله. فإذا حملنا الآية إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، إذا حملناها إنها إن تكو على الرزق علمه أن الرزاق هو الله. اطمئن يا بني، والله يا بني لن تفوتك لقمة كتبت لك، مكتوب لك ريال سيأتيك وأنت في مكانك، إذا حتى إذا لم تسعى له كل شيء يأتي الله به المقدر سيكون. علمه الطمأنينة، اسعى خذ بالأسباب ولكن لا تظن إن فاتك رزق إنه كان لك أبدا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فانظروا إلى تعليم لقمان لولده كيف يراقب الله. إن عددا من المفسرين قالوا في تفسير قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، قالوا إن أرخيت عليه السطور وأغلقت عليه الأبواب فهو بصير على نفسه وشاهد على نفسه. في قوله لو ألقى معاذيره تفسير، وهو المعاذير السطور المرخاة والأبواب المغلقة. القول الآخر لو أدلى باعتذاراته، وكل صحيح. قال يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، حافظ على صلاتك يا بني، داوم عليها. وعلينا أيضا نحافظ على صلاتنا
اهتم بها كما تهتم بتجاراتك. قبل الصلاة بعشر دقائق ابدأ تجهز لصلاتك، توضأ فأحسن الوضوء، اذهب إلى المسجد مبكرا، تتقن العبادة. العبادة مطلوب لها إتقان. أقم الصلاة، داوم عليها وحافظ عليها. اذهب إلى المسجد مبكرا، توضأ في بيتك، كل خطوة لها حسنة. تقدم، اجلس في الصف الأول، انتظر المؤذن يؤذن، قل كما يقول: يا بني أقم الصلاة، داوم على إقامتها، وأمر بالمعروف، لا تكن جبانا يا بني. رأيت منكرا، رأيت أمر المكان يحتاج إلى معروف، أمر معروف. واحد ترك صلاة، قم صلي يا أخي، قم صلي لله، صلي. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والضابط المعروف. لذلك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. وإذا أمرت بالمعروف أحيانا قد تبتلى، وانهى عن المنكر، أحيانا تبتلى وأنت تأمر بالمعروف فتنهى عن المنكر. ولقمان يعرف ذلك، أن الولد ممكن أن يبتلى إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، حتى لو لزم الحكمة والموعظة الحسنة. والأنبياء كلهم من أهل الحكمة والموعظة الحسنة، ومع ذلك ابتلوا. فلذلك قال لولده: واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. كما قال تعالى في سورة، كما قال الإمام الشافعي عنها رحمه الله في سورة العصر: لو تدبرها الناس لوسعتهم. والعصر يقسم الله بذلك: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق يتبعه في كثير من الأحيان ابتلاء، فتوصيه بالصبر. فلقمان يعلم ولده، لا يقول له اسكت لا تتكلم، لا، بالمعروف يا ابني، بالحكمة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها إلا أولو العزم من الرجال، إن ذلك من عزم الأمور. ثم يقول له: ولا تصعر خدك للناس. ما تكلم واحد يا بني حتى من يعلمه التوحيد ويعلم بر الوالدين والصلاة ويذكره، والمسائل التي قد تراها أنت صغيرا، يعلمه الأدب في مخاطبة الناس. ولا تصعر خدك للناس، ما حد يكلمك يا بني، لا تكلمه أنت مايل بوجهك، تصعر خدك للناس، تميل وجهك، أنت تكلمني، انظر إلي وأنا أكلمك، لا تكلمني وجهك في الاتجاه الآخر. لا تصعر خدك للناس، لا تمل وجهك وأنت تخاطب الناس، لا، أقبل عليهم بوجه منبسط، بابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فيعلمه الأدب في طريقة التعامل مع الناس. تتكلم مع واحد هو ينظر لك، انظر إليه، لا تهمله وأنت تحدثه، ولا تتكبر عليه، ولا أقبل على محدثك. ولا تصعر خدك للناس، تعلم الأدب يا ابني. فأبوه يعلمه الأدب في طريقة مخاطبة الناس وتكليم الناس. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي مختالا معجبا. إن الله، لماذا لا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في مشيته تفاخر على الناس، مختال في طريقة المشي، مختال بسيارة رزقه الله إياها، بثوب رزقه الله إياه، بزجاجة طيب رزقه الله إياه. لا تختال يعني، إنما تأدب واشكر نعم الله عليك. فالذي أعطاك هو الله، والذي سلب أخاك من العطية
هو الله، ولو شاء الله لقلب الأمور وهي واردة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذا كلام الله سبحانه. وكم من شخص كان ثريا وأصبح فقيرا، كم من شخص كان عزيزا فأصبح ذليلا. قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم يقول يعلمه طريقة المشي حتى في الطريق، يعلمه طريقة المشي في الطريق، فلا نهمل تعليم أولادنا كل ما ينفعهم. قال له: واقصد في مشيك، وانت ماشي يا بني لا تمشي سريعا لتسقط، ولا متباطئا مشية المتمارضين المرضى، امشي مشيا معتدلا. هذا ظاهر الآية، وبه قال عدد من المفسرين. وقال آخرون: المراد به الاقتصاد، المراد به الاقتصاد في كل شيء، يعني لا تسرف لها. وظاهر الآية أولى، خاصة لها الشاهد: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أما مشية رسول الله المتوسطة بالنسبة له كانت إسراعا بالنسبة لغيره، لكنها متوسطة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. ولا تمشي في واقصد في مشيك، كن مقتصدا في مشيتك، لا إسراع مخل ولا إبطاء ممل. وهذه طريقة أمة محمد عليه السلام في كل أمورها، في الإنفاق إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، اعتدال، اعتدال في المحبة، أحبب حبيبك هون الناس أن يكون بغيضك يوما ما، لا تغالي في الحب ولا تغالي في البغض كما قال علي رضي الله عنه. فالتوسط مطلب، كلوا واشربوا ولا تسرف، لا تجوع نفسك، وكذلك إلا إذا كنت صائما، وكذلك فلا واقصد في مشيك. وطريقة الكلام أيضا يعلمها لقمان لولده: واغضض من صوتك، من الأدب. من الأدب وأنت تتحدث ألا ترفع صوتك، وخاصة أمام أهل الفضل، أمام كبار السن، أمام والديك. واغضض من صوتك وأنت تتكلم، كن مؤدبا في الحديث. شغال هذا اللي عندك عمسان؟ لا إله إلا الله. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، اخفض الصوت عند الحديث مع أهل الفضل وعند الحديث مع الوالدين وعند الحديث مع الوالدين، كن مؤدبا كن مهذبا، لا صوت عالي ولا صوت ضعيف، إنما التوسط. واغضض من صوتك، اخفض صوتك وأنت تتكلم، فهذا شأن أهل الأدب والحياة. علل ذلك بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فتعليل كما أسلفنا. واقصد في مشيك
واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه الموعظة البليغة القيمة من لقمان رحمه الله ورضي عنه، موعظة علينا نحن ككبار أيضا أن ننصت إليها وأن نستمع إليها، سواء لأنفسنا أو لتعليم أبنائنا. من خير المسائل الجوامع في موعظة الوالدين، نضيف إليها من سنة الرسول مواعظ للأطفال أيضا. فرسولنا رسولنا عليه السلام يقول لابن عباس: يا غلام، ابن عباس الرسول كان يحبه، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، أصل عظيم، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. نصي يقول له: يا بني، أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام عن ما فيها وطويت الصحف، في رواية جفت الأقلام، ما عاد فيها حبر يكتب، الأمور قضيت منذ زمن، وطويت الصحف. هذه المواعظ ينبغي أن نعلم أولادنا إياها، علمه البعد عن الحرام. يجد الرسول صلى الله عليه وسلم جم الحسن بن علي تمرة طفل يأكل تمرة، وجدها في الطريق، يضع إصبعه في فمه ويستخرجها ويقول: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما يؤسخ الناس، ويستخرجها من فمه، فيعلمه كيف يكون ورعا تقيا لا يأكل حراما أبدا. والشيء بشيء يذكر، أبو بكر كان له غلام عبد عنده، كان يذهب يشتغل ويجيب له الفلوس يشتري له طعام من نتيجة شغله. فجاءه يوما بطعام وكان الطعام شهيا، فأكل أبو بكر، ثم قال الغلام لأبي بكر: يا أبا بكر، أتدري من أين أتيتك بهذا الطعام؟ قال: لا أدري. قال: تكهنت لآل فلان، يعني ذهب يدجل عليهم ويضرب الرمل ويشوف البخت ويتكلم كلام يدعي علم الغيب، ويتكهن يدعي علم الغيب. فماذا كان من أبو بكر؟ وضع إصبعه في فمه وقاء كل ما دخل بطنه من هذا الطعام. فعلم أولادك الورع، الورع الحديث، ورع الكلام، ورع الطعام، ورع الشراب، الورع عن الحرام عموما. علم أولادك وعلم بناتك مثل هذا، علم أولادك وعلم بناتك كل ما ينفعهم من أمر دينهم وأمر دنياهم. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لبعض النساء: مرنا أزواجكن فإني أستحي أن أكلمهن، أن يستطيبن ويغسلن مكان الغائط إذا تغوطوا. يعني حتى تقول هذه الكلمات للنساء، علموا الأزواج كيف أن الزوج لما يقضي الحاجة لا يترك، ما كانش عندهم الماء متوفر بالكثرة التي عندنا، وكان أحدهم لا يمسح مسحا جيدا، فتقول: مروا الأزواج أن يغسلن وينظفن أنفسهم إذا خرجنا من الخلاء أو إذا قضينا الحاجة. فعلم الأولاد وعلم البنات، الأم تعلم ما يخص البنات، تعلم البنات ما يخص البنات، والأب أيضا يرشد إرشادات عامة دون خدش حياء ودون خوض في تفاصيل تخدش الحياء. إذا تجولنا في كتاب الله نجد مواعظ طيبة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، وما لا يدرك كله لا يترك جله. وختاما أسأل الله أن يبارك فيكم، أن يحفظكم جميعا،
بحفظه، وأن يكلانا وإياكم برحمته، وأن يجازي رب هذا البيت خير الجزاء والعاملين فيه، اللهم آمين. جمعنا الله وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم ولذرياتكم بأن يصلحهم الله، فلن ينصلحوا ولن يقبلوا الموعظة إلا إذا وفقهم الله. من ثم كان من دعاء أهل الإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن دعائهم: ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك، رب أوزعني أن أشكر نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. كونوا ذاكرين لله شاكرين له على الدوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك.